تتواصل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورتها 54 وسط إقبال منقطع النظير على زيارة المعرض، فضلا عن زيادة كبيرة في نسبة المبيعات هذا العام عن العام الماضي. ويشهد المعرض الذي تستمر فعالياته حتى 6 فبراير عددا كبيرا من الفعاليات الثقافية، ويشارك فيه أكثر من 1000 دار نشر مصرية وعربية وأجنبية، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.